وبركاته. النهاردة حلقة جديدة، هنتعلم ازاي نعمل حساب على موقع توكاباتشا. موقع توكاباتشا دوت انت بتقدر تكسب منه فلوس. النهاردة هنعرف ازاي نسجل والخطوات والتفصيل وازاي هنحقق ارباح. هنخش كده. اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، لازم الاول تخش تعمل اشتراك في القناة وتعمل لايك، وما تقفلش الفيديو ولا تقدم اي حاجة فيه، لان الخطوات كلها ورا بعض مترتبة على بعض. هنبتدي اول حاجة، ده الموقع، وهسيب لكم الرابط عشان تسجلوا منه. هسيب لكم الرابط تحت اسفل الفيديو في الوصف، هتلاقيه موجود في الوصف اللينك، تدخل تدوس على اللينك، تدخل تسجل، يبقى عندك حساب في الموقع. ده شكل الموقع اهو، ده قبل التسجيل او اي حاجة. تمام، انت بتدخل هنا في ساين ان لو انت الحساب بتاعك موجود. لو انت هتسجل، لسه هتسجل طبعا، لسه هتسجل من اول مرة، هدوس تسجيل. تمام، التسجيل بتاعه سهل جدا، بيطلب منك بيانات بسيطة، بيبقى عندك هنا الايميل، ماشي، وبتكتب الباسورد بتاعك اللي انت تدخل بيه على الموقع، وتعيد تاني كتابة الباسورد، ماشي، وبتكتب الكلمة اللي هي الكباتشا دي، بتكتبها هنا تحت، ماشي، وتدوس تسجيل. كده يبقى انت عملت حساب على موقع توكاباتشا. خطوات بسيطة وسهلة جدا 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 جدا. تمام، انا بقى هوريكم انا عملت حساب، دخلت عليه، هوريكم بقى ازاي نتعامل مع الحساب او مع الموقع دوت، وازاي نكسب منه ارباح. التسجيل كده تمام، مفيش اي مشكلة، التسجيل سهل جدا وخطواته بسيطة جدا جدا جدا. ولو في اي استفسار او اي حد عايز يسأل اي حاجة، يسيب لي في التعليقات السؤال بتاعه وهرد عليه. هتخش بعد كده، ده كده الموقع بتاع الكباتشا. تمام، ده كده الحساب بتاعنا. تمام، تخش على الحساب اهو، دي الصفحة اللي بتفتح قدامك اول ما بتسجل. هنا بيقول لك ان انت بتعمل 1000 صورة كباتشا بتلاتة سنت، وهنا 1000 كلمة ريك كباتشا بدولار. دي التسعيرة بتاعت الشغل بتاعك اللي انت بتمشي عليه. تمام، طبعا انت بتقدر تسحب المبلغ زي ما انت عايز، يعني اول ما توصل نص دولار ممكن تسحب نص دولار، اقل حاجة يعني ممكن تسحبها هي نص دولار زي ما انت شايف كده، انت ممكن تسحب نص دولار عادي، مش مشكلة. طبعا طرق السحب بتبقى كتيرة، بتبقى ممكن تسحب بالباي بال، بالبنوك الالكترونية كلها هتلاقيها موجودة برضو، اللي بتدعم الموقع دوت، هتلاقي ايه كل الحاجات اللي هي تحت هنا. ممكن تسحب بالفيزا، بالماستر كارد، بالويب ماني. تمام، كل دي ايه ادوات انت ممكن تستخدمها في السحب بتاعك في الفلوس. يعني هنخش هنا كده، كده فتح معاك الصفحة الرئيسية بتاعت بعد ما سجلت. هتبتدي بقى بعد كده ان انت عايز تشتغل، بقى تبتدي ان انت ايه تدخل، تعمل داتا انتري للكباتشا بتاعتك او الرموز بتاعتك، الكباتشا بتاعتك. تمام، فانت بتخش حاجة اسمها ايه ستار وورك، تدوس عليها كده. هيفتح لك هنا ايه عندك الصفحة بتاعت الشغل اهي، وتدوس ستار، يبتدي يحمل لك الرموز اللي انت تبتدي ايه تكتبها. انا هوريك كده كام رمز كده، بحيث ان انت بعد كده ايه تبقى عارف الشغل هيبقى ماشي ازاي. هو هنا كده بيحسب لك الارباح وبيحسب لك الاخطاء. طبعا ما تحاولش تعمل حاجات، تكتب ارقام او رموز غلط، عشان خاطر يعني ممكن يقفل لك الحساب لو انت كتبت
يعني اي هبل وخلاص او اي حاجة وخلاص، ممكن الاخطاء الكتيرة تقفل لك الحساب بتاعك. الموقع ده مضمون يا جماعة ومتجرب و100% حقيقي وصادق. يعني هو طلع لك رمز اهو، فنكتب كده مثلا ماشي اهو كده. خلاص دوس انتر تمام كده، حسبنا كده ايه اول حاجة خدنا 3 سنت اهو، حاجات بسيطة طبعا، رموز بسيطة جدا، بس موقع جميل جدا وسهل ومربح وفيه ارباح كويسة لو انت اشتغلت في وقت فراغك يعني، او انت كعمل اضافي يعني كشغل اضافي هتجيب منه فلوس حلوة يعني كويسة، يعني تقدر انت تحقق منه ارباح يعني. موقع صادق وشغال كويس، لان الكباتشة ديت في ناس بتدفع فلوس عشان خاطر تحلها يعني. انت الشركات بتديك الموقع بتاع الكباتشة دوت، بتديك الرموز بتاع الكباتشة عشان انت تحلها، مقابل كده تدفع فلوس. وده مش الموقع الوحيد اللي شغال في الفكرة دي، برضو في مواقع كتير بتعمل كده. أو نكتب اوكي ندوس انتر، نجيب لك اللي بعديها. نجيب لك اللي بعديها طبعا. انت العداد بيعد فوق اهو، انت عملت دخلت عملت 4 رموز صح كباتشا، المكسب بتاعك ده الارباح تمام كده. يعني كده انا وريتكم ازاي بس الشغل يبقى كده ودز ستوب تمام، وترجع تاني الصفحة بتاعتك تمام. دي كده اللي رجعنا للصفحة الرئيسية. انت بقى لما تحب تيجي تسحب الفلوس بتاعتك، تيجي حاجة اسمها ريكويست باي مين باي اوت. ريكويست باي اوت دي ان انت تسحب منها الفلوس بتاعتك، تدخل هنا كده هنا كده بيقول لك اهو تمام، ان انت لازم توصل لأقل حاجة $0.5 عشان خاطر ان انت تقدر تسحب تمام. $0.5 اقل حاجة عشان تقدر تسحب. طبعا انت $0.5 ممكن تعمله بسهولة يعني، تشتغل على الموقع براحتك تعمل $0.5 وتسحب بالطرق بتاعتك اللي انت تقدر تسحب بيها، اي بنك من البنوك او اي حاجة من البنوك اللي انت مشترك فيها ممكن تسحب بيها، اللي بدعم على الموقع ممكن تسحب بيها المبلغ بتاعك. بس وانت كمان في عندك هنا كده تحت بيجيب لك احصائيات، انت احصائيات بتاعتك، انت الشغل بتاعك عملت كام الكباتشة، عملت كام نورمال كباتشة، لان هما نوعين يعني من الكباتشة، في الكباتشة اللي هي الحروف او الصور، انت بتحل الصور وبتحل تكتب الرموز او الحروف بتكتبها صح يعني، فانت كده بتحل الاتنين. فانت ايه بيكتب لك الاحصائيات بتاعتك، انت عملت كام رمز بس كده. ودي كده كان شرح للموقع، وانا عايز اي لو في اي تعليقات او اي استفسار بيكتب لي تحت الفيديو، وهسيب لكم اللينك عشان تسجلوا بيه عن الموقع. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتدعمونا، وان شاء الله استنوا الفيديوهات اللي جاية هنشرح مواقع تانية للربح من الانترنت، ومستني تعليقاتكم، ضروري جدا 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 تكتبوا تعليقاتكم ورأيكم في الفيديوهات ورأيكم في المواقع علشان نتابع مع بعض كل حاجة جديدة. شكرا جدا جدا جدا، السلام عليكم.